خلينا احنا محمم منطقه السجنين، حمام السجن هذا الشارع نهائي ما حد يجي يبلطه ولا حد يجي عليه، لا مجاري ولا تمليك. شوف هاي المعاناه مال العالم، شوف بس العالم تفوت على بيوتك كله وحايل، ما وحايل مخلف هاي الشوارع، لا ساقيه لا مجرى لا كل شيء داق على السواق كله داي. يعني ماكو مسؤول يجي منين يشوف احد يبلط، احد يسوي مجاري، كله ما حد يجي. يعني هذا الشارع من زمان ما حد جاء بلط ولا ابو مجاري، كل المجاري مسدسده هالمنهولات. تبليط هاي الشوارع اللي تكسرت اجراء عمليات التحرير، ولحد الان ما حد مرها ولا حد شافها. احنا هين تقريبا هذا مجمع مال المدارس، تقريبا اكثر من ثلاث اربع مدارس ابتدائيه وروضه ومتوسطه. يعني شوف هاي التكسرات اللي بالطرق، سياراتنا تدمرت، نجي على امتحانات ازدحامات الى درجه يعني مرات نتاخر على امتحانات بسبب هاي الطرق والتكسرات الحاصله بالشوارع. معاناتنا من هاي الشوارع، يعني هاي على مر الزمان يعني ماكو تبليط، ماكو يعني اقل فيضان يشلعوا بالشارع. ونطالب يعني الحكومه بين تبلط الشوارع، وبالاخص يعني هاي المدارس مال الاطفال، يعني تدحق عليهم الاطفال مخاضه يرجعون هي وصياناتهم على بيوتهم. منطقه السجن هذه احنا ناشد الحكومه تيجي تبلطها، ومعاناه يعني بالشتاء خاصه وحال، وما تقدر العالم تطلع. لا تبليط لا شيء لا هذا، اي وهذا قال المصيانه والمايات، اي ما نعرف شنو هال اشنو المعاناه هذه مالتنا، خاصه هاي السيارات الصغار كلها تعذر والله، طسات وهذا رياض مجاري ماكو.